مرحب فيكم حلقة جديدة من برنامج كالوري. اليوم راح اتوجه للناس اللي بدهم ينزلوا اوزان بدون ما انهم يلتزموا بحمية او بنظام غذائي صارم. العديد منا بحكم عمله او طبيعة حياته بيلتزم بوجبة واحدة باليوم، او انه بيلتزم بوجبة واحدة باليوم ظنا منه انه وجبة واحدة بتنزل الوزن. هذا النظام بدنا نحاول نقلبه رأسا على عقب، يعني بدل ما اني اخذ وجبة واحدة باليوم كبيرة لازم اقلب هذا النظام الى 5 أو 6 وجبات صغيره، هيك بلاقي انه الوزن بلش ينزل. كثير ناس بيجوا لعندي بحكي لي انه انا باخذ وجبه واحده باليوم لكن وزني زايد. طبيعي، وجبه واحده باليوم بتزيد الوزن. النقطه الثانيه اللي هي مضغ الطعام بطريقه جيده. معظم الحالات اللي بلاحظها فيها مشكله بزياده الوزن اللي هي ناتجه عن الاكل السريع. كيف انا بدي اقدر اتحكم بسرعه تناول الطعام؟ اهم نقطه اللي هي مضغ الطعام بطريقه جيده. النقطه الثالثه اللي هي حجم الطبق اللي بتقدم فيه الطعام. يعني نحاول نقلد وجبة الطيارة. وجبة الطيارة أول ما تشوفها بتحزن أنه صغيرة وما بتكفي وكذا، لكن بعد ما تخلصها بتحس حالك أنه شبعت. حاول اعرف أنه الكمية اللي أنت متعود عليها هي أكثر من احتياجك. قلل الكمية عن طريق تقليل أحجام الأطباق. النقطة الرابعة اللي هي الخضار. الخضار بقصد فيها الخضار غير المطبوخ اللي هي السلطات. هاي المواد الغذائية سالبة السعرات الحرارية. شو يعني سالبة السعرات الحرارية؟ يعني لنفترض التالي، أنه أنا عندي طبق خضار، داخل هذا الطبق ما يعادل 50 سعرة حرارية. مضغه وهضمه وامتصاصه بكلف الجسم طاقة تعادل أكثر من 100 أو 150 سعرة حرارية، فبالتالي أنا أخذت منه 50 لكن صرفت عليه 150، فبنسميه سالب السعرات الحرارية. فنحاول إنه نزود من سلطات الخضار قدر الإمكان مع كل وجبات اللي بنتناولها. النقطة الأخيرة كثير بلاحظها خاصة عند الرياضيين، ما تشرب سوائل غنية بالسكريات في حالة تكون عطشان. يعني بيكون إنه طالع من التمرين وعطشان، بمسك علبة عصير من هاي الكبيرة بقلبها قلب، بالأخير بقول لك ليش أنا بزيد وزني. أنا بنصح إذا أنت بتكون عطشان انتبه كثير للموضوع، اشرب ماء، وبعد ما تشرب ماء بدك تأخذ عصير خذ. أما في حالة تكون كثير عطشان ما تشرب سوائل غنية بالسكريات، سواء عصائر أو مشروبات غازية أو غيرها. هاي كانت امور سريعه وهامه، كيف احاول اعدل من سلوكي الغذائي نحو الافضل. بلاقي احيانا ما بنعطي دايت لواحد، مثلا بيجينا واحد ما بنعطي دايت، نتحكم بعاده معينه هو بيعملها، فبلاقي انه وزنه بلش ينزل. مش شرط اخذ دايت حتى وزني يبلش ينزل. نحاول نستفيد من هذه النقاط ونشوف وين نقطه الضعف عندنا ونعدلها بناء على مورد في هذه الحلقه. اتمنى تكونوا استفدتوا، بنلتقي ان شاء الله في حلقه قادمه.